السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الرأي الحر. نبدأ الليلة من العراق. في العراق هناك مدن عديدة تشتكي وتتألم. تحدثنا عن الفلوجة، اليوم الرمادي. سكان الرمادي مدعوين من قبل حكومتهم وجيشهم لترك المدينة خلال 24 ساعة. تصور 24 ساعة سكان الرمادي مدعوون لمغادرة المدينة. لماذا؟ لأن الجيش العراقي يقول بأنه سيقتحمها لتخليصها من تنظيم الدولة. هذا الهدف يبدو في ظاهره جميل ومشكور ومحمود كما يقول البعض، لكن هؤلاء المدنيون لماذا يقعون هكذا في مطبات؟ وهل هذه هي أصوب الطرق وأسلمها للحفاظ على السكان؟ البعض ربما ينتقد والبعض يشيد. على كل حال سنطرح هذا الموضوع للنقاش. إذن سكان الرمادي مدعوون من قبل جيشهم وحكومتهم لترك هذه المدينة خلال 24 ساعة، لكن المشكلة الطرق ليست سالكة ولا يسيرة، فتنظيم الدولة المتحكم في هذه المدينة يمنعهم من المغادرة. هذا على الأقل ما تحدث عنه البعض من داخل المدينة. لا ندري الحقيقة مدى الصدق أو المبالغة في هذا الكلام، لكن هذا الذي وردنا، لأنه لا أحد يمكنه الحديث مع تنظيم الدولة ببساطة. إذن السكان باتوا بين 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 فكين، بين جهتين. الدولة تدعوهم لمغادرة المدينة، والدولة الثانية تمنعهم من ذلك. هل وقع السكان في مصيدة وبين فكي السلاح من الجانبين؟ وهل أوامر الجيش العراقي معقولة وصائبة؟ يتساءل الكثيرون. ألا توجد طريقة أخرى ربما لاستعادة المدينة دون إفراغها من سكانها؟ أسئلة عديدة نطرحها، وآمل الحقيقة أن تجد هذه الساعة مشاركة واسعة من العراقيين، وإذا أمكن من المدينة نفسها، مدينة الرمادي. نحن نرحب بكل أهالي الرمادي، من يستطيع التواصل معنا وإسماعي صوته، ونعطيه أيضا الأولوية قبل غيره. هذا موضوعنا في الساعة الأولى. على كل حال في ساعتنا الثانية نتحول مرة ثانية للشهيد الطفل محمد أبو خضير. محمد أبو خضير ربما لقساوة هذه الجريمة وبشاعتها قتل مرتان. مرة عندما أحرقه الجناة المجرمون، والمرة الثانية عندما برئ القاتل الرئيس في تلك الجريمة. محاكم الاحتلال لا تجرم القاتل الرئيس في جريمة مقتل الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير. عدم التجريم يعني التبرئة، ولهذا سنعتمد كلمة تبرئة. هل هو ترخيص للقتل يا ترى؟ وماذا سيترتب عنه؟ إذا كان ترخيص بالقتل كما ترونه، فهذا سيعني يد المستوطنين ستكون ممدودة ومطلقة الآن للمزيد من القتل. وفقط اذهب أنت للمستوصف واحمل معك ورقة بأنك غير سليم ذهنيا، يقول لك مع السلامة. هذا هو الحكم الصهيوني. وفي المقابل، وهنا أيضا الصهاينة عليهم تحمل تبعات ذلك أيضا، البعض يقول لأن الفلسطيني بدوره سيبحث عن طرق أخرى للدفاع عن نفسه وعن أرضه، لأنه سيجد نفسه مستهدف بالسلاح هذه المرة. موضوعنا هذا على كل حال نتناوله في الساعة الثانية، وآمل بالتأكيد أيضا أن نستعيد جميعا تلك الجريمة البشعة التي راح ضحيتها هذا الطفل حرقا، وفي إحدى أبشع الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الصهاينة. هذا موضوعنا إذن في الساعة الثانية. نبدأ من العراق. دعت القوات العراقية أهالي مدينة الرمادي إلى مغادرة المدينة في غضون 24 ساعة، وذلك استعدادا لاقتحام المدينة واستعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية. المصادر العسكرية تتحدث عن أن الجيش سيقتحم مركز المدينة ومحافظة الأنبار من ثلاثة محاور، هي الجنوبي والغربي والشمالي. أما المحور الرابع وهو الشرقي فما زالت المعارك مع تنظيم الدولة دائرة فيه منذ ثلاثة أيام كما تقول هذه المصادر. القوات الأمنية دعت العائلات عبر منشورات مكتوبة ألقيت في مدينة الرمادي بواسطة الطائرات بالتوجه إلى منطقة الحميرة جنوب شرقي الرمادي لوجود منفذ كما تقول مؤمن
من قبل القوات العسكرية المشتركة، وقالت إن هذا التحذير هو الأخير الذي تطلقه القوات الأمنية للأهالي داخل الرمادي، وأن القوات الأمنية ستخترق المدينة سواء كان الأهالي بداخلها أم لا. يعني ذمكم على جنبكم كما تقول هذه القوات، وكأنها تتعامل، لا أقول مواطنين من الدرجة الثانية، ولكن على كل حال صياغة التحذير بهذه الشكلة، أنا أحذركم وفي النهاية أنا سأقتحم المدينة، أنتم كنتم بداخلها أو لا. وتعرفون عندما تقتحم مدينة وتصبح الحمم عليها من كل جانب، من تنظيم الدولة ومن الجيش العراقي، كيف ستتحول حياة السكان هناك؟ في هذا الإطار طالب سكان الرمادي القوات الأمنية بالتريث في اختراق المدينة. يتحدث البعض عن أن تنظيم الدولة نشر مسلحيه في شوارع المدينة وأقام حواجز ونقاط سيطرة واعتقل كل من يحاول الخروج من المدينة وهدد بإعدامه رميا بالرصاص. هذا الحقيقة الخبر أنا لا أستطيع التثبت منه، لأننا كما قلنا لا نستطيع التواصل مع تنظيم الدولة، ولكن هذا ورد، هكذا ورد من بعض المصادر التي نقلت الخبر عن سكان المدينة. أهالي الرمادي بين دولة تدعوهم لترك مدينتهم، ونتحدث عن دولتهم وجيشهم وحكومتهم، ودولة تمنعهم، ونتحدث عن تنظيم الدولة. هل يقع المحظور؟ وهذا هو الخطر. الجيش العراقي يدعو أهالي الرمادي بمغادرة المدينة خلال 24 ساعة كما قلنا، تمهيدا لاقتحامها، ومصادر من داخل المدينة تتحدث عن نقاط عسكرية أقامها عناصر تنظيم الدولة لمنع السكان من المغادرة. هل بات السكان لعبة بين الكبار من الجانبين؟ وهل دعوة السكان للرحيل هو الطريق الأسلم والأصوب لسلامتهم؟ ألا يفترض في الجيش العراقي والقيادة العراقية البحث عن أساليب أخرى تستطيع من خلالها استعادة المدينة، إن كانت طبعا راغبة في ذلك، دون توريط السكان ووضعهم بين فكي كماشة؟ هل يقع المحظور ويسقط ضحايا كثر إذا نفذ الجيش مخططه لاقتحام المدينة؟ أين المفر؟ أسئلة عديدة نطرحها لمن يود أن يشارك معنا بالرأي والتعليق. ضيفي في بداية هذه الساعة الأستاذ عبد الغني يحيى، الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلينا من أربيل. سيد عبد الغني يحيى، مساء الخير. تحذير واضح طبعا ليس الأول، ولكن هذه المرة يبدو هناك جدية من الجيش العراقي، ولا ندري إذا كانت 24 ساعة كافية للسكان للمغادرة، ولكن باعتقادك هل يملك سكان الرمادي زمام أمورهم الآن لتنفيذ هذا التحذير والمغادرة، أم أن المسألة فيها مخاطرة كبرى بأرواح الناس؟ سيد عبد الغني يحيى، لا أدري إذا كان الضيف في الاستماع. سيد عبد الغني يحيى، طيب لا يبدو على كل حال أن الضيف في الاستماع، الزملاء هكذا يخبرونني الآن، نحاول التواصل معه من جديد. أنا أذكر على كل حال لمن التحق بنا للتو بعنوان هذه الساعة، أهالي الرمادي إذن بين دولة تدعوهم لترك مدينتهم ودولة أو الدولة تنظيم الدولة يمنعهم من ذلك، أين المفر وما هو المحظور الذي ينتظر هذا العمل إن تم؟ إن نفذ الجيش العراقي الاقتحام، لأن اقتحام مدينة مليئة بسكانها وهم محتجزون كما يقول البعض من قبل تنظيم الدولة، يعني أن السلاح لن يفرق بين هذا وذاك، وحينها سيقول الجيش العراقي بأنه والله حرر المدينة، ولكن ستحرر المدينة بجثث أصحابها، فما الفائدة إذا كان الإنسان يفترض أنه أسمى ما هو موجود على وجه هذه البسيطة؟ أن تحرر الأرض والبناء هذا جميل، ولكن الأفضل أو الأولى بالتحرير هو المواطن. معنا الآن ضيف حلقتنا الأستاذ عبد الغني يحيى، الكاتب والمحلل السياسي من أربيل. الأستاذ عبد الغني، مساء الخير. كنا سألنا الحقيقة في بداية هذه الساعة عن هذه المخاطر إذا ما نفذ الجيش العراقي تحذيره باقتحام المدينة ولم يجد السكان فرصة ولا إمكانية لمغادرتها، على اعتبار بأنهم كما يقول البعض أو كما تقول بعض المصادر هم كأنهم رهائن بيد تنظيم الدولة داخل المدينة. نعم، السكان في مدينة الرمادي
بين حجري روحة إنجاز التشبيه. فالقوات العراقية ألقت بمنشورات على المدينة طالبتهم فيها بمغادرة المدينة والخروج إلى منطقة الحميرة. وقال العميد يحيى رسول أحد الناطقين باسم القوات العراقية بأنهم طلبوا من العوائل غير قادرة على مغادرة المدينة برفع رايات بيضاء فوق دورهم تمييز دورهم عن مقرات تنظيم الدولة. بلا شك أن الموقف الآن في الرمادي غامض، فلقد أوقفت القوات العراقية المعارك في المحور الشمالي للمدينة بغية تأمين خروج المدنيين منها. ولكن في الوقت ذاته صرحت مصادر حكومية ومن بينهم عيد عياش عضو مجلس المحافظة أنهم يتوقعون أن يستغل داعش توقف المعارك لصد الهجوم على هذه المدينة. ولكن في كل الحالات في رأيي أن الأهالي سوف يتأذون كثيرا وأن المدينة ستدمر، إذ أن المدن التي حررتها القوات العراقية مثل بيجي وكذلك إلى حد ما مدينة صلاح الدين التجريد كذلك، إن هذه المدينة دمرت كما دمرت أيضا مدينة سنجار لأنها وقعت بين قصف القوات المهاجمة وكذلك قوات التنظيم الدولي الإسلامي المدافع عنها. لذلك أتوقع أن تكون هنالك ضحايا كثيرة من بين المدنيين في حال قيام القوات العراقية بمهاجمة المدينة. ولكن سيد عبد الغني يحيى وعذرا على المقاطعة، ماذا يملك الجيش العراقي من 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 خطط بديلة ربما ومن يعني أساليب أخرى لاستعادة المدينة إذا كان تنظيم الدولة متمكن من هذه المدينة ويمنع سكانها كما قيل من مغادرتها؟ ألا يبدو الجيش العراقي وكأنه فقد الحيل وفقد لا يملك إلا هذا الطريق؟ الجيش العراقي طوال الأسابيع والشهور الماضية في مواجهته مع تنظيم الدولة الإسلامية لم يتبنى أو لم تكن لديه خطط لتحرير أي من المدن سواء آمرلي أو بيجي أو مدينة تكريت. فالقوات العراقية تنعدم لديها الحيلة أو الخطة الناجحة لتحرير المدن، في حين شاهدنا ورأينا القوات الكردية كيف تمكنت من تحرير مدينة سنجار خلال 48 ساعة وبدون إراقة دماء يعني كما يذكر. ولذلك أرى أن القوات العراقية ستتقدم بقصف عشوائي لمدينة الرمادي ولا تراعي هذه القوات حياة المدنيين في هذه المدينة. فكما نعلم أن المدن التي تحررت كانت حياة المدنيين أسوأ فيها قبل أن تحرر من قبل القوات العراقية. فمثلا نسمع يوميا أن هنالك اختطافات وقتل وتدمير للدور في بيجي وفي حتى في تكريت أيضا، مع العلم أنه تم تحرير هاتين المدينتين من داعش. لذلك يعني تقصد أن الوضع بعد التحرير أصبح أسوأ مما قبله؟ في رأيي أن الوضع أصبح أسوأ بعد التحرير في هذه المدن. فالحشد الشعبي مثلا نكل بالأهالي ودمر نحو 580 دارا في بيجي، كما دمر حتى المؤسسات والدوائر الحكومية الخدمية وغير الخدمية، مع العلم أن هذا تم بعد تحرير بيجي من داعش. كما أن هنالك أيضا مدن لم تحتل من قبل تنظيم الدولة مثل الطارمية وقضاء
مرافق لبغداد. فحتى في هذه المدينة نسمع أنه يتم يوميا تدمير الدور واختطاف الشباب هذه المدينة وقتلهم، حتى أن الحشد الشعبي هدد المئات من أهالي هذه المدينة بأن يغادروا المدينة. ولما سألوهم إلى أين نغادر، قالوا لهم غادروا إلى داعش، كونوا مع داعش. إلى هذه الدرجة. لذلك أرى أن من الصعب في رأيي أن مدينة الرمادي كما تقول القوات العراقية محاصرة، ومع ذلك هنالك متناقضات. فلقد قال مصدر حكومي أن داعش يسعى إلى نقل العبوات الناسفة والمتفجرات والألغام من هيت إلى الرمادي لزرعها حول المدينة. طيب إذا كانت المدينة محاصرة، فكيف يتمكن داعش من نقل العبوات والمتفجرات والألغام من هيت إلى الرمادي؟ طيب يعني أسئلة كثيرة كما أشرت سيد عبد الغني يحيى، ولكن أختم معك كمواطن عراقي إن شئت. يعني أرواح المواطنين مهددة الآن، أكان من تنظيم الدولة أو من جيشهم الذي جاء كما يقول لتخليصهم من تنظيم الدولة. ما هي الحلول كما تراها الآن كمواطن للابتعاد عن إراقة المزيد من الدماء؟ لأن العراقيين الحقيقة أراقوا ما يكفي من الدماء. وأنا أرى أن من الصعب جدا التفكير بالحلول. الحلول تأتي من الأمريكان بدرجة رئيسة، وكذلك من الإيرانيين في فرض موقف معين على مدينة الرمادي. ففي الرمادي وكذلك في المدن السنية الأخرى هنالك غياب للقانون وكذلك للأمن والاستقرار. لذا من الصعب جدا أن يتم تدارك الموقف في الرمادي بعد أن صعب تداركه في بيجي وكذلك في تكريت وفي آمرلي وفي مناطق أخرى. أيضا العراقيون والقوات العراقية وحتى القوات الأمريكية أيضا والإيرانيين الذين يقاتلون الآن فوق الأرض العراقية لا يبحثون عن حلول لا للمشاكل العراقية ولا لأرواح الناس وإنقاذ هذه الأرواح من رصاص الجانبين، سواء القوات العراقية أو تنظيم الدولة الإسلامية. أرى أن الحلول بعيدة جدا. الحلول بعيدة، وهنا المشكلة. الأستاذ عبد الغني يحيى الكاتب والمحلل السياسي من أربيل، تبدو أيضا الحلول صعبة ومحدودة بيد الجيش العراقي، ولهذا خصوصا بعد استعادة سنجار من قبل القوات الكردية ربما وجدت المؤسسة العسكرية العراقية نفسها في حرج، فأرادت أن تستعين إحدى المدن حتى تثبت جدارتها بعد الهزائم المتلاحقة أمام تنظيم الدولة. هذه المعركة بالتأكيد ستكون معركة ربما مصيرية لهيبة هذه القوات، ولكن حديثنا وتركيزنا هو على المواطن العراقي، هذا المواطن البسيط الذي ظل يرحل من مكان إلى آخر بحثا عن الاستقرار في السنوات الأخيرة ولا يكاد يجده. الآن التقارير تقول بأن عناصر تنظيم الدولة يمنعون السكان من المغادرة. الجيش العراقي يدعوهم في مناشير غادروا خلال 24 ساعة. بربكم ماذا على المواطن أن يفعل؟ هو يخاف جهتين الآن، جهة تحذره وكأنها تهدده إما تغادر خلال 24 ساعة ولا تتحمل التبعات، وتنظيم الدولة يمنعه من المغادرة ويهدد بإعدام كل من يغادر. هذا ما أوردته بعض التقارير، ولا ندري الحقيقة مدى الدقة كما قلت وأكرر، لأننا لا يمكننا السفر إلى الرمادي والتثبت بأنفسنا. على كل حال المواطن المؤكد أنه في كماشة في مصيدة، والخيارات أحلاها مر. شو الحل الآن؟ وهل يمكن للجيش العراقي أن يجد حلول أخرى غير الاقتحام؟ وإلا المواطن سنجد يوميا عشرات الضحايا ويقول لك والله المعركة هذه ضريبة التحرير. طيب ضريبة التحرير يا أخي، حرر المدن وقتل العشرات والمئات ودمرها كما دمرت بعض المدن بيجي وغيرها والفلوجة، وقل هذا تحرير. التحرير إذا لم يكن تخليص بأقل الخسائر فلا بارك الله فيه، ولا لا، وإلا نحرر ولو طحنا الدنيا. على كل حال الرأي رأيكم،
نبدأ في استقبال المشاركات. أبدأ بعبد العزيز من السعودية. السلام عليكم أستاذ صالح. وعليك السلام ورحمة الله. يا أخي العراق أصلا ما في حكومة، تدري هذه خطة مسوينها الميليشيات الشيعية شوف اليوم الحدود العراقية الإيرانية دخلوا 1,000,000 يبي يسكنونها بدل السنة. هذه خطة أصلا إيران وإيران محتلة العراق ولا في حكومة، أي جيش تقول لي في جيش أي جيش، هذه كل الميليشيات هي اللي حاكمة جيش يا أخي. طيب عبد العزيز. عبد العزيز يعني أنت تقول خطة مبيتة ولكن ولكن الجيش العراقي كذراع عسكري رئيسي للدولة وهذا يعني يقوم بدور لحماية المواطن وتأكيد سيادة الدولة على أرضها، ماذا يملك من خيارات أخرى؟ وكأنك تلوم هؤلاء أنت في النهاية. يا أخي الجيش الحين يقول لك وزير الدفاع السني، وزير الدفاع السني لا أقدر أسوي لك شيء. قبل كم يوم مصور في المكتب حط العلم الإيراني قدامي في المكتب ومجتمعنا مع الناس، هذا بس حطينا منصب على الناس، وإيش اللي يسوي؟ شوفوا خلاص لنا عليه الربو والقصبو، وهذه خطة مبيتة. وشوف اليوم دخلوا مع الحدود الإيرانية 1,000,000 اللي سكنونه مجل السنة في المحلات اللي طهروها اللي ما رجعوا عليها، لا هذه خطة. والعراق ترى ما في حكومة، اللي يقول لك في حكومة وجيش هذا كذاب، ما في حكومة، الميليشيات هي اللي مسلحة وهي قوية وهي اللي مسيطرة وهي اللي كل شيء تسويها الميليشيات، والسنة اللي فيها جبنا كل بوم اللي بالحكومة. طيب عبد العزيز، عبد العزيز أختم معك بسؤال أخير، إذا نفذ هذا الاقتحام ومنع تنظيم الدولة السكان من المغادرة، ماذا تتوقع من مشهد قد يحصل حينها؟ يبي جريمة، يبي يقبض على الرمادي كلهم ويبي يجيبون اللي يدخلوا من إيران يسكنونهم ويدعلهم، هذا المواطنين. شكرا لك عبد العزيز من السعودية. سامي من النمسا. سامي، بإمكان سامي أن يعود للاتصال مرة ثانية. ننتقل لعمر من ليبيا. السلام عليكم أستاذ صالح. وعليك السلام ورحمة الله. حييك ونحيي كافة العاملين في قناة الحوار الأحرار. أهلا بيك. أهلا بيك. والله الغريب والعجيب يا أستاذ صالح أن الأجنبي الإيراني يدخل من غير تأشيرة، 500,000 يدخلوا بدون تأشيرة مرحبين بهم في أرض العراق، وأهل العراق وناس الأصليين ما يقدرش حتى يخشوا عاصمتهم، بس تدخل العاصمة تبي وكيل. هم والله كان قالوا تبي تأشيرة أحسن تكون واضحة، خير من وكيل. علك تشير إلى تدفق مئات الألاف في ما يسمى أربعينية الحسين. على كل حال هذه مناسبات دينية وربما العراق يتساهل فيها، ولكن لا تأشيرة ولا ختم على الجواز. ولكن دعنا نبقى في الرمادي. عمر، ما الذي يفترض أنه يكون في مخيلة متخذ القرار، أكان في الجيش أو في الحكومة العراقية، قبل أن يقدم على مثل هذه الخطوة باعتقادك؟ هي يا أستاذ صالح هذه خطة مفبركة، والحجة دائما نقولك وزير الدفاع سني تبقى يصايع ضايع سني، وبهذا تو احنا الحكام اللي تمر عليهم تشيني بوذيين تما سنة، هذه سمعتهم دائما يقول كان وزير الدفاع سني تبقى سني صايع ضايع، هذا ما ينفعش، عميل خاين بالفرس والإرهابيين المجرمين. أنا نقولك هذه خطة يا أستاذ صالح، هذه تفريغ العراق من ناسها، وأنا نقولك هذا في مخطط بين تنظيم الدولة الفارسية، تنظيم دولة الفارسية مش الدولة الإسلامية، هذا تنظيم الدولة الفارسية في العراق، مخطط مع الحكومة للقضاء على أهل الرمادي وتدمير الرمادي. شنو أول مدينة أستاذ صالح يتدمر في العراق؟ هذه هل هو أول مشهد نشاهدوه هذا في العراق؟ شكرا لك عمر. أشكرك عمر من ليبيا. على كل حال ليست أول مدينة كما قال عمر، وليس أول تحذير الذي تطلقه الجيش العراقي والحكومة العراقية لاقتحام الرمادي. البعض يتحدث على 4 أو 5 تحذيرات ولكنها لم تنفذ في السابق. هل ينفذ هذا التحذير؟ المخاطر جدية هذه المرة، ويبدو أن الجيش العراقي عازم ربما هذه المرة على الاقتحام. محمود من بريطانيا. السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام ورحمة الله. حبيبي، لا يوجد بالعراق جيش عراقي، يوجد منظمات شيعية إرهابية بدها تقتل السنة، وأنا بقول الأفضل لأهل الرمادي يقعدوا مع داعش أحسن لما يقعدوا مع هالشيعة الكلاب اللي بقتلوا المسلمين السنة، وبدوا ينطفوا العراق من السنة
زي ما بيعمل النظام السوري والعالم كله بيتفرج بيقول عن داعش إرهابية وما بيقول عن النظام السوري إرهابي، بيقول عن داعش إرهابية وما بيقول عن النظام العراقي إرهابي، ولا بيقول عن روسيا اللي بتقتل الأطفال إرهابية. نحن مستغربين في العالم هذا. على كل حال مستغربين ليه انت يا أخي عم يضحكوا علينا. امبارح الروس بيضربوا أريحة بيقتلوا 70 يتيم ما لهم علاقة لا بداعش الغير. العالم كله ساكت، بوتين قاعد بيحكي هو الكلب اللي بيقتل الأطفال هو المجرم قبل البغدادي، هذا المجرم. ورئيس العراق هذا الكلب، هذا المجرم الثاني قد كان اللي بيساعد المالكي في قتل سني بالفلوجة وبالتكريت، ما خلوا سني إلا ما ذبحوه. طيب شكرا لك. على كل حال محمود، أنا أرحب بكل صاحب رأي وكل صاحب موقف، ولكن يعني أتحفظ على مثل هذه الأوصاف كلاب وما إليه وكذا. أنا أرجو من الجميع أنه يقدر هذا المنبر ويقدر الجمهور الذي يتابع هذا 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 البرنامج يعني. ومثل هذه الألفاظ الحقيقة لا تزيد في حجة صاحب الرأي، بالعكس تضعفها. فأرجو من الجميع، لأنك بإمكانك أن تبدي رأيك، بإمكانك أن تحتج لهذه الجهة أو ضد هذه الجهة وتدين من تشاء، ولكن بلغة راقية رجاء يعني، حتى لا أضطر لقطع متداخل. أحمد من هولندا. أحمد من هولندا. طيب طيب معنا اتصال آخر من هولندا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير أخ صالح، مساك الله بالخير والمشاهدين. أهلا وسهلا بك. عباس من هولندا تفضل. نعم يا أخ صالح، والله ما تصفى مشاكل العراق إلا تخرج إيران من العراق. العراقيين يحلون مشاكلهم، هم قادرين أن يحلون مشاكلهم. بس إيران خرب الدنيا يا أخي. إيران دخلت أنا جدا. يعني ما دخل إيران يا عباس الآن في التحذير باقتحام الرمادي؟ يعني أنا لا أريد الحقيقة حشر اسم إيران في كل زاوية. تفضل. يا دكتور صالح، إيران هي 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 أساس المشاكل كلها في العراق. يعني مشكلة قسمة العراق. يعني إيران هي التي تقود، لأن جيرانهم إيران، بس جيران إيران هذه أساس المشكلة. يا عباس، وكأني بك تقول إيران هي التي تقود المعارك الآن. بدون إيران ما في معارك. يعني لو تنسحب إيران تماما الجيش العراقي لن يغادر بغداد؟ الجيش العراقي الجيش العراقي الجيش تمام مضبوط قوي يا رجل، بس ما يخلونه يا اخي، ما يخلون فككوا الجيش العراقي، دمروا العراق كلهم. انا انسان شيعي، انا جعفري، انا شيعي. يا اخي ما يصير، خربوا الايرانيين هذا، خربوا الدنيا كلها من اول العراق لاخر العراق. طيب عباس الان ما المطلوب؟ وانت ترى بانه مدينه اخرى، هناك مدن كما قال ضيفنا منذ قليل دمرت، وحتى زنجار التي استعادتها القوات الكرديه طحنت طحنا. فاستعادة المدن بهذه الطريقة باعتقادك هل هو تحرير أم تدمير؟ يعني البعض الحقيقة بات يرى بأن التحرير هذا أسوأ من التدمير نفسه. أنا نسأل الله تعالى بس أن الله سبحانه وتعالى يساعد الناس العوائل والناس والضعفاء هناك، لأن هذا والله ما حرب تحرير هذا. باعتقادك بالفعل، وأنت أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية، سكان الرمادي أين سيلجؤون الآن؟ ومن يضمن لهم أنهم سيعودون بعد يوم أو بعد اثنين أو بعد عشرة؟ لن يعودون يا صالح، ما يعودون أبدا، ما يعودون أبدا. يخربون بيوتهم، يخربون مناطقهم، يخربون أماكنهم، ممنوعين من العودة أصلا، ممنوعين، لا يقبلونهم لا أكراد ولا ومن يتحمل مسؤولية حينها؟ الله سبحانه وتعالى والجيران الطيبين. عباس من هولندا شكرا جزيلا لك. سفيان من بريطانيا. سفيان. السلام عليكم، مساءك سعيد أخ صالح. أهلا وسهلا بك. في قراءة المعطيات أعتمد عموما على الطرق الإعلامي العالمي والذي يدعي الشفافية وطرق المواضيع بالمصداقية. أكثر البرامج رواجا في البي بي سي وورلد سيرفيس هو الأوتلوك وأوتسايد سورسز وذا فيفث فلور. في العديد من المواضع يستدعون إما كردية جاءت لتلقي المحاضرات في بريطانيا عن جرائم الدولة، أو عن امرأة يخفى صوتها واسمها وتعبر عن ما يصنعه جنود الدولة داخل الدولة، أو اليزيديين الذين يغتصبون وهلم جرة. لم أسمع يوما واحدا
يوما واحدا ما يندد بجرائم الحشود الشعبية. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، منذ أشهر قليلة صالح سمعنا عن تهجير أهل السنة والجماعة من العراق ومنعوا حتى من طرق أبواب بغداد للدخول إليها. أنا أتحدى أي مؤرخ يشاهد هذه الحصة أو أي عالم في علم الاجتماع أو أنثروبولوجيا أو دراسة الأعراق المختلفة في العالم، أتحدى أي كان يأتي ويجادل سفيان في أنه منذ سقوط الخلافة العباسية وقع التعامل مع الشيعة بهذه الطريقة التي يتعاملها مع أهل السنة والجماعة. بل أضيف، كمهتم باللغة العربية وكدارس على زيتونيين في تونس منذ السبعينات، علمنا أن حتى أبو فراس الحمداني وحتى سيف الدولة يا أخي الكريم كان شيعيا عربيا، وكان السلاجقة أعاجم شيعة سنة، وكان بينهما تلاحم وتآخن في مجابهة الفرنجة. أعيد، إذا الغرب قبل الغزو يتحدث عن أسلحة الدمار الشامل، نعم دمرت العراق بشكل شامل، ذهبت موروثاته الباطنية، ذهبت موروثاته التاريخية، ذهب موروثه العظيم وهو التناسق بين الأعراق منذ وصول بني العباس إلى بغداد. طيب سفيان، حتى نختصر المسافة، يعني أنت الخلاصة تقول بأن هذه ربما أسوأ مرحلة تمر على العراق من حيث التعايش بين الطوائف هناك أكثر من ذلك أبو خسار، هذه أدق مرحلة في التخطيط إلى بلقنة وتفتيت العراق. لم نسمع في مداولات البرلمان البريطاني وأتابعه بدقة، لم أسمع في مداولات الكونغرس الأمريكي وأتابعه بدقة، لم أسمع في أي وسيلة إعلام إيجاد بديل لأهل السنة والجماعة أو قراءة ما بعد الهجوم على مرابط أهل السنة والجماعة إطلاقا. طيب الآن نختم بكلمة، هل الحكومة العراقية وهي تميل لطائفة دون أخرى، ولا أريد هنا الحقيقة أن أكرس المنطق الطائفي، هل تقدر عواقب ومآلات هذا التحرير بين ظفرين الذي يؤدي إلى دمار المدن الواحدة تلو الأخرى، والآن نتحدث على الرمادي؟ لا سيد الكريم، هذا لا يقدر، ما يقدر هو ما بعد هذا التدمير، ما يقدر هو كيف ترسم رقعة الشطرنج على طريقة جديدة وينتفع بها الفرس وينتفع العالم الغربي، انتهى الأمر. شكرا لك سفيان من بريطانيا، أشكرك. نتوقف مع هذا الفاصل الإخباري ثم لنعود لاستكمال الحوار. أبدأ هذا الموجز من إيران. مصادر إيرانية تتحدث، باتت طبعا التصريحات والتقارير تصدر تباعا الآن حول التورط الإيراني في الحرب في سوريا. طبعا هم لا يتحدثون عن ضحاياهم في العراق لأنهم جزء أيضا من المعركة، ولا يتخيل أحدكم بأن إيران لا تقاتل في العراق. إيران تقاتل في العراق وتقاتل في سوريا وتقاتل أيضا في اليمن، وأكثر من شحنة عسكرية يتم ضبطها، ولا تستبعد أن هناك خبراء ربما مع المخلوع في أحد جحور اليمن. على كل حال، ولا نقول ضربا في الهواء وفي الخيال، لا هذه حقائق، ولكن هم دائما يركزون فقط على سوريا لأنه ربما يرونها إذا ما قسم ظهرهم في سوريا فقد انهار هلالهم وذهب إلى غير رجعة، ولهذا إيران تركز كثيرا على المعركة في سوريا. مصادر إيرانية تتحدث عن مقتل 16 جنرالا إيرانيا، جنرال مش جندي عادي في سوريا، وكشفت عن أسمائهم واحد واحد، جنرالات ما تحدثت عن الجنود العاديين. وأضافت هذه المصادر أو تحدثت عن 2500 من أفراد الحرس الثوري والميليشيات العراقية والأفغانية، حتى الأفغانية طبعا جيشوها وحملوها إلى سوريا، والباكستانية ومن حزب الله اللبناني. 2500 سقطوا قتلى هناك في القتال. 2500 على فكرة جيش، عندما يكونوا مسلحين بشكل جيد هم جيش، مش عدد بسيط. البعض يقول لا 2500 لا شيء، كل هذا قاتلوا جميعا بجانب النظام السوري. في تونس خطاب الباجي قايد السبسي، انتظر الكثيرون خطاب الباجي قايد السبسي، وعندما جاء ترك انتقادات أكثر مما ترك إجابات وارتياح في أوساط التونسيين. البعض رأى في هذا الخطاب أنه فارغ المحتوى، لا جديد فيه، وتركيز على أزمة حزب نداء تونس، ومن هذه الزاوية الحقيقة لقي الخطاب انتقادات واسعة.
البعض يقالوا أنه الرئيس عندما يصل شخص من أي حزب إلى الرئاسة يجب عليه أن يتوازن في خطاباته وفي حواراته بين كل الأحزاب. إذا أراد أن يساعد الأحزاب فليساعدها جميعا، إذا أراد أن يصمت فليصمت تجاهها جميعا، ولا يميل لحزبه دون الأحزاب الأخرى. ولديكم بعض الدول الديمقراطية بإمكانكم أن تشاهدوها، الرئيس هو يمثل كل التونسيين، من صوتوا له ومن صوتوا ضده، حزبه وكل الأحزاب الأخرى كلهم سواء. حتى إذا استأذن أو استدعى أي حزب يفترض أن يستدعيهم جميعا حتى لا ينظر إليه بأنه يعني لا يعدل بين هذا وذاك. لا، الباجي قائد صبصي في خطابه صار الواحد كأنه هو رئيس الحزب، يتحدث على نداء تونس وحل مشكلة نداء تونس وأزمة نداء تونس. ايه يا سيدي، أنت رئيس تونس ولست رئيس دولة نداء تونس. على كل حال يبدو سيد بادي قائد سبسي خانته الأيام والإرهاق في هذا العمل السياسي. الرجل يعمل في السياسة منذ ما قبل الاستقلال، فخدعته السنوات، لا ندري على كل حال، ولكن لا يبدو أن هذا الخطاب أقنع التونسيين بشكل واسع. في لبنان بعد مفاوضات طويلة لبنان ينجح في استعادة 16 من جنوده أسرى لدى جبهة النصرة بوساطة قطرية مقابل الإفراج عن 13 من المسجونين لدى السلطات اللبنانية، بينهم سجاء الدليمي وهي الزوجة السابقة للبغدادي زعيم تنظيم الدولة. طليقة البغدادي تقول إن وجهتها القادمة هي تركيا، لا تريد الاستقرار في لبنان ولا تريد الذهاب إلى بلد آخر إلا تركيا. واضح بأن تركيا مستقر للكثيرين لأنها دولة تحترم المواطن، وأي دولة الآن في المنطقة تستقبل أكثر عدد من اللاجئين السوريين؟ الأرقام أمامكم دون مدح لهذا أو ذاك، وأيضا أوضاعهم هي الأفضل في المنطقة. اللاجئون السوريون يعانون في الأردن وهي دولتهم وشقيقتهم العربية وأهلهم وناسهم، المخيمات مثل معاناة، في لبنان حصلت انتهاكات لأعراض الناس، أصلا وضع مأساوي. في تركيا على الأقل الوضع هناك شبه مريح كما يقول اللاجئون، وهذه ليست شهادتي الحقيقة، شهادة أهل الشأن والمعنيين بالأمر. في باريس وما أدراك ما باريس، على هامش مؤتمر المناخ مصافحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قد يكون البعض مر على هذه المصافحة مرور الكرام، ولكن الحقيقة لمن يتابع معاناة الفلسطينيين ومن يتابع بعض الدول هنا وهناك وتعاطيها مع نتنياهو يرى هذه المصافحة هي خيانة لدماء الشهداء وما أكثرهم يتساقطون يوميا. يعني هذا نتنياهو الذي يقتل الفلسطينيين في النهاية، هو رئيس الوزراء، بإمكانه أن يوقف شلال الدم أو أن يستمر، ولكنه مستمر والقتل يوميا. يصافحه عباس وبحرارة وابتسامة. نتنياهو هذا ممنوع من دخول جنوب أفريقيا مثلا، تعرفون هذا القرار الأخير اللي يتعلق بجريمة مرمرة، العدوان الإسرائيلي عام 2010. القضاء الجنوب أفريقي قال كلمته، والقضاء الإسباني قال كلمته، والقضاء التركي قال كلمته، عباس وحده لم يقل كلمته. عباس ما زال يسلم على نتنياهو وهو رأس المجرمين ومن يدير شأن هذه الدولة المحتلة المجرمة. ولهذا المصافحة هي تكريس للخيانة كما قال أحدهم معلقا على هذا الخبر. في السعودية خبر الحقيقة، لأن البعض تحدث كثيرا عن أنه الملك سلمان وعهد جديد وتعاطي بأريحية مع الرأي المخالف ومع حتى الإصلاحيين ربما في الداخل ومراجعة للملفات، لكن الحقيقة هذا القرار أنا لا أدري، سأعرضه كما هو دون تعليق، ولكن لكم أن تستنتجوا ما تشاءوا. وزارة التعليم السعودية، أرجو أن يكون هذا الخبر خاطئ ربما، ولكن أنا وجدته على كل حال في مصادر موثوقة. وزارة التعليم السعودية تصدر تعميما بسحب 80 كتاب من مكتبات ومدارس المملكة، بينها كتب للشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. سحب كتب من المكتبات والمدارس، من بينها كتب للشيخ القرضاوي وسيد قطب وحسن البنا وغيرهم آخرون.
ليش؟ ولماذا الآن مثل هذه الخطوة؟ وما حقيقة أن السعودية لم يعد لها مشكلة مع الكتب التي لها تقترب من يعني الإسلام السياسي أو جماعة الإخوان؟ على كل حال سيد قطب وحسن البنا ربما أقرب منهم لكن الشيخ القرضاوي شو مشكلته الشيخ القرضاوي؟ من شو بيشكي كما يقول البعض؟ لا، حتى هو كتبه مسحوبة. هل تغيرت المملكة العربية السعودية فعلا؟ أم أن البعض ربما فقط من باب حسن النية؟ أنا لا أدري، ولكن أقول هذا الخبر يترك كما هو وعليكم البحث في الأمر. أختم بالعراق. مئات ألاف، الخبر يقول مئات الألاف، مش عشرة ولا عشرين ولا مية، مئات الألاف، الخبر يقول نصف مليون وربما أكثر من ذلك. مئات ألاف الإيرانيين يتدفقون على العراق لحضور ما يطلق عليها لدى شيعة العراق بأربعينية الحسين. يدخلون من المعابر البرية بدون لا يعني لا تأشيرات ولا ختم لجوازاتهم. طيب أين سيذهب هؤلاء؟ هل ستراقبهم السلطة؟ سيعودون جميعا؟ أم أن بعضهم قد يتسلل سرا إلى الميليشيات الشيعية المسلحة وما أكثرها، وهي تشارك كما تعلمون في القتال الآن مع الجيش العراقي. مئات الألاف رايحين بحجة أربعينية الحسين، لكن هل سيعودون إلى إيران في نفس العدد، نصف مليون واحد، أم أن معظمهم ربما يتسللون إلى الميليشيات المسلحة؟ أنا لا أريد أن أطرح نقاط استفهام وافتراضات قد تكون خاطئة، ولكن أطرح بأنه هل دولة في الدنيا محترمة تسمح لمئات الألاف يدخلوا بدون لا تأشيرة ولا ختم جواز ولا حاجة؟ الجواب لكم أينما كنتم. نعود لموضوعنا فيما تبقى من وقت. معي عبد الله من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. أذكرك وأذكر نفسي والسادة المشاهدين مشاهدين بقولة بن غوريون عندما قال ما خلقنا ما وجدنا إلا بعد أن حطمنا الخلافة العثمانية، وقال إن وجودنا ليس في قنابل الذرية بل في تفتيت الدول العربية الكبرى وخاصة ذكرهم بالاسم سوريا والعراق ومصر. وقال ما عليكم إلا أن تعطوهم السلاح وتسلطوا طوائفهم على بعضهم البعض ودعهم يقتلون بعضهم ونجهز في الأخير نجهز على من يتبقى منهم. يا أخي الكريم بكل اختصار هي فتنة وهي حرب طائفية سنجر إليها غصب عنا من لحانا من جلابيبنا ومن عمائمهم السود سود الله قلوبهم سنجر إليها. يا أخي الكريم أنا ما يحز في نفسي وما يحز في نفسي وما يصيبني بالغثيان أين علماؤنا؟ يا أخي هذه أمة عقائدية، يا أخي يا من تستمع إلي اكبس الزر واذهب إلى قناة العالم والميادين ومش عارف شنو، سوف ترى عمائمهم كيف يحرضون على الفتنة وعلى القتل. أين علماؤنا؟ إلى متى يا أخي أين علماء؟ طيب ماذا تريد من العلماء؟ يعني حرضوا أيضا هم بأنفسهم على القتل أم ماذا بالضبط؟ يا سيد الكريم أريد علماءنا في مثلا في عباس هذا وفي دحلان وفي الشيعة هؤلاء وفي السيسي، أريد من علمائنا موقف شجاع، فتاوى واضحة. نعم نريد منهم فتوى ليست هلامية، ليست فتوى رمادية اللون، لا بيضاء ولا سوداء ولا تلك الألسنة المرتخية، نريد منهم فتوى. نحن أمة شريعة، نحن أمة عقيدة. طيب عبد الله هذا بما يتعلق بالعلماء، نعود إلى الرمادي. أنت ما هي الخطورة التي تراها في أي اقتحام إذا حصل للرمادي؟ الموضوع الرمادي وموضوع العراق بصفة عامة هو سوف يقع تبريم بورما اعتبارا على بورما المسلمين أو وسط إفريقيا أو كما قال الأخ المتدخل بلقنة، هذا لتغيير الديموغرافيا، هذا سيقع تغيير الديموغرافيا حتى يعوذوهم بأراذل وأناذل العرب من الشيعة هؤلاء. طيب عبد الله تحدثنا على مئات الآلاف، قيل بأنهم ذاهبون إلى أربعينية الحسين، هل تراهم ربما جزء منهم سيتحول إلى هذه المعركة؟ وأنا هنا لا أفترض افتراضات من عندي، ولكن البعض يتخوف بأن هذه الأعداد قد لا تعود بكاملها إلى إيران. يا أخ صالح
أقسم بالله وأشهد الله وضع الله في نحري أني لا أكره الشيعة لتشيعهم، إنما أكره ما أكره فيهم هم بلادتهم وسذاجتهم، وكيف انطلت عليهم قصة إيران والمعممين معمميكم. يا أخي المشكلة مشكلتنا مع الشيعة ليست الدين في حد ذاته. طيب جاوبني جاوبني على السؤال حتى لا نبقى في قصة الشيعة والسنة. هؤلاء يا أخي الكريم هؤلاء هم حشو بنادق وحشو مدافع، وهؤلاء من ما سيستعمل. شيعة العرب هم من سيستعمل في ضرب ودحر وتنفيذ المخطط الإيراني الصفوي الصهيوني العالمي. شكرا لك عبد الله من فرنسا الصهيونية. أشكرك. ننتقل يا أبو محمد من الدوحة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أخي صالح الأحداث أهلا بك يا شيخ. الأحداث في المنطقة تدعو المسلمين والعرب للدفاع عن أنفسهم، ونحن متمسكين بملف الحل السياسي، والعدو لا يعترف بالحل السياسي، يعترف بالمواجهة. وبعدين خلق من ناحية أخرى خلق الشجاع والجبان، الحمد لله الله علمنا إياه وكثير من الناس. طيب يعني أبو محمد هم يعني على الأقل وفق ما قاله عبد الله هم يحاربوننا، ولكن نحن نحارب الكتب ونحارب المعارضة في داخلنا ونحارب أصحاب الرأي الآخر في هذا البلد العربي أو ذاك. ونحن تحدثنا منذ قليل على سحب بعض الكتب من المكاتب والمدارس السعودية. يبدو أنه يعني دولة إيران إذا كانت هي الراعية لكل هذا الحراك العسكري في أكثر من بلد يعني تقود المعركة بكفاءة عالية قياسا ببعض الدول العربية. نعم. فيا أخي المشكلة يا أخي أن القلوب ليست واحدة، أحزاب قومية على إسلامية على يعني مش مصطفى في صف واحد. عشان كذا تجد تناقضات في حتى في البيت الواحد، تجد ابن إسلامي والابن الآخر شيوعي وإلى آخره. شكرا لك أبو محمد من الدوحة. شكرا. أشكرك. ننتقل لأحمد من السعودية. مساء الخير أستاذ صالح. مساء الورد، أهلا وسهلا بك. موضوعكم عن الرمادي وحث الحكومة العراقية على ترك الرمادي. طبعا في كل قضية من قضايا سنة العراق، يعني كما قال الشاعر أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطين مقصوص جناحه. لا رابطة الإسلام، رابطة العالم الإسلامي تتكلم، ولا جامعة الدول العربية تتكلم، ولا منظمة من منظمات العرب والمسلمين يتكلمون. يعني اضطهد الشعب العراقي إلى ما فيه كفاية. ولا زال حتى الآن يهجر أبناء السنة في العراق كردا وعربا سنة خارج العراق، ولا حد يتكلم. يعني أحمد يعني أنت ذكرتني بميدان اللؤلؤة في 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 البحرين، عندما طلبت الحكومة من المعتصمين فيه بمغادرته، قامت القيامة في إيران. الآن مدينة وليس ميدان فيه شوية متظاهرين، هذه مدينة بكاملها يطلب من أهلها أن يغادروها، ولا نجد تصريح يتيم في عاصمة عربية. يعني ما الذي يعكس لك هذا الأمر؟ أستاذ الكريم لا تروح بعيد، شوف موقف وردة الفعل إيران تجاه نمر النمر في عندنا في السعودية، وشوف الدول العربية والإسلامية موقفهم من الشيخ أحمد الأثير اللبناني، ولا حد يتكلم. رجل كان يدافع عن حقوق السنة في لبنان ويقول لحزب الله لا، ومع ذلك ليس هناك منظمة ولا جمعية سنية تتكلم عن حقوق الرجل هذا الذي دافع عن حقوق السنة. طيب ولم يكن أشكرك على كل حال أحمد من السعودية، بغض النظر عن الأسير يعني يختلف حوله الشقيقان، هذا أمر آخر، نحن نبقى في الرمادي والأفضل. معنا أم يوسف من اليمن. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله.
والله يا أخ صالح أنا أشوف يعني السنة هم مغيبين أو إنه ما لهم ذكر في العالم العربي، وثانية الشيعة هي يعني طبعا تركع لإسرائيل ولإيران ويقولوا الإرهاب من السنة، وأهل السنة لا هم إرهابيين ولا هم شيء مسالمين، حتى درجة إنه صرنا المناهج الإسلامية اللي في بجهاد أو في يعني حاجة عن الدين تربط أصحاب السنة شالوا يشيلوها من الكتب وشالوا يقطعوها وشالوا يحذفوها، وصار يعني بالنهاية أصحاب السنة هم الإرهابيين، هم اللي مسالمين وهم اللي ما يعني يتفرقوا عن الأمة العربية كيف تقتل السنة. دحين صارت السنة تقتل في كل مكان، ما في دولة عربية إسلامية سنية إلا فيها حرب، يعني منظمة هي اقتلوا بعضكم البعض وكلنا مسلمين سنة وشيعة، صارت يعني حرب طائفية وإسلامية، ونحن المسلمين نقتل بين البين، سواء شيعي يقتل سني بالنهاية هو مسلم، يعني عقيدتنا واحدة، ديننا واحد، إسلامنا واحد، نبينا واحد. قد نختلف بالآراء أو بالمذاهب، ولكن نحن بالنهاية كعرب كمسلمين، يعني صارت أمريكا وإسرائيل والصين وروسيا هم بالنهاية المخطط لهم كيف يقضوا على الأمة الإسلامية. يا أخواني يا مسلمين، يا شيعة أو سني أو إصلاحي أو سلفي، نقتل بعضنا البعض، وديننا محمد وكلمتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اصحوا، والله هذه حرف طائفية، كنا متعايشين مع المسيحيين متعايشين مع اليهود والنصارى، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا أداه اليهودي وغاب عنا 3 أيام سأل عنه، يعني شوفوا كيف نحن مفروض النبي طرح نحن قدوة كيف اليهودي أداه وسأل عنه، ونحن مسلمين نقتل بعضنا البعض. طيب أشكرك أم يوسف من اليمن، يعني ابتعدنا قليلا عن موضوع الحلقة، أشكرك أم يوسف على كل حال. موضوعنا كان الرمادي والتحذير الذي أطلقه الجيش العراقي والحكومة العراقية لأهل الرمادي بمغادرة المدينة خلال 24 ساعة. ليش؟ قال لك حتى يقتحموا المدينة وتخليصها من تنظيم الدولة. تنظيم الدولة كما تقول بعض المصادر من داخل المدينة يمنع السكان من مغادرتها. السكان الآن بين فكين، بين دولة تطالبهم بالرحيل ودولة تمنعهم من الرحيل. أين المفر؟ ننتظر وسنرى النتيجة بأنفسنا، ونأمل الحقيقة أن تكون عشرات ولا مئات الضحايا، ونتأمل أن تراجع ربما الحكومة العراقية قرارها هذا، لأن الحقيقة سيضع سكان الرمادي في مطحنة حقيقية، في محرقة حقيقية. نأمل لهم السلام على كل حال. بعد الفاصل نتحول إلى فلسطين المحتلة ومحاكم الاحتلال هناك. لم يجرموا، يعني الخلاصة هي تبرئة القاتل الرئيس في جريمة حرق الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير العام الماضي. ألا تعد باعتقادكم مثل هذه التبرئة ترخيص واضح للقتل؟ كونوا معنا وما هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل. في الشارع المصري حكايات وأخبار يومية، آلام وآمال وأحلام لغد أفضل. سنكون معكم من أرض الفيروز شرقا إلى مطروح غربا، من الإسكندرية شمالا إلى أسوان جنوبا، نسير في أزقة القاهرة وشوارعها، نفتح معا نافذة على مصر. تابعوني أنا أسامة جوي على قناة الحوار. نفتح الملف السوري، نقلب صفحاته سويا، نطوف بكم بين شؤون الثورة السياسية والعسكرية، نسعى إلى توضيح الرأي وتجلية الغامض وتفكيك المتشابك وتحليل الموقف، نحاول قد حزنا ذي العقل من خلال استضافة أهل الرأي والفكر،
ليقولوا رأيهم على الهواء مباشرة. كل هذا في سوريا اليوم على شاشة الحوار. من أحزان الشر ارتفع التكبير ينتشر الصدى إلى مدى. بالدمع، بارتعاش الأعين، تغسل المساجد صدور المستغفرين، وبين جباههم ينتفض الفجر حين تسبح خاشعة لله. وأنا الأقصى، القبلة الأولى والمسرى، تكحلت عيوني برؤيا رسول الله محمد، وبين ضلوعي تنفس الأنبياء، وسرى دفء أيديهم الممتدة بالنور يهدي للرشد من بذكر الله تعبد. أي ذكرى من سماها رقص الكون وتاها وتغنى في فخار، زارني المحبوب طه ليلة الإسراء والمعراج، أكرم بضياها ليلة الإسراء راجي، أكرم بضياها. إلي من طيب مكة تسابق النور، وتهجد وارتعشت جفوني لطيف البيت العتيق، إذ يسبح بحمد الله ويسجد. فكيف أطيق القيد وأنا الحر؟ يكبلني العبيد لولا أني أرتوي من هدي أحمد، وأحتمي بكلام الله فأصمت. أنا العزيز يا رب، والعزة لك ولرسولك وللمؤمنين، والحول والقوة بك يا متين. تضاء بيوت الله بأنوار المصلين،